طيب عندنا اللي هو البلاد بريشر تقريبا سيم يعني في الفيزيت جنرال براكتيشنر براكتيشنر سيرجري هير دايابيتيك اتس ويل كنترول الكومبينيشن اوف دايت اند ميتفورمين شي هاز ا بريفيوس انفيرير ام اي نو ايفيدنس اوف هايبرتنسيف ريتينوباثي اور اون فندوسكوبي الايكو قال انه نورمال ساينس ريزم ان انفيرير كيو ويف. إيس طيب بيسأل نديلها إيس ثواني الرينج 24 بلد بريشر مونيتورنج 24 امال هي عملت ايه هنا؟ عملت تو فيزيت بس انه جات لي هي لازم مونيتورنج صح؟ تالي لازم مونيتور ده الأول نحدد بيه صح بعدين هي عشان جات للسيرجري يمكن السيرجري خافت او كذا او اللي هو هي اللي اسمه كانت ايه الوايت صح وايت كوت هايبرتنشن صح وايت كود بالضبط انا رايحه لي الكود تطح خلاص عديها ماشي ايه مشي شويه الكارديو عايز الدياجنوز هنا السي ار بي هنا عالي يوري كرياتينين بتاعك مش عارف ايه اوكي عندي توتال هاي الهيموجلوبين اوكي كويس عندنا اليورين دي بيستيك بوزيتيف فور بلود الايكو قال في ساينس تاكيكارديا وذ بي ار انترفال اللي هي 200 و220 طيب معناها عندنا ابسس صح اندوكاردايتس شكلها كده صح برولونجت البي ار معناها عايزه هنا سيرجري ولا عايزه لا لا ده هو هيتكلم عن انفكتيف اندوك بس يسال دايما تمام انفكتيف اندوكاردايتس First line investigation to reveal the underlying diagnosis. Okay, هنا في الـ ECG قال في T wave inversion في الـ 3 لحد 5 يعني. Okay, 25 سنة repair the cardiology department and history of palpitation. Describe this as sudden onset and termination associated with a feeling on light headache. They have occurred on couple of occasions. While she was running on the treadmill in the gym and she felt he had to stop. He smoked 10 cigarettes per day, denied any heavy alcohol use. No past medical history, no regular medication. في examination عنده systolic murmur at the left lower sternal edge and prominent apical embolus. عندك systolic, عندكم systolic murmur في left lower sternal. دي معاها دي معناها اللي هي left lower VST left lower sternal VSD ولا لا معاها ابيكال بلسيشن ابيكال بلسيشن طيب prominent ابيكال بلسيشن اوكي طيب احنا المفروض هنا نعمل اللي هو انا بقول ايكو عشان البق عشان ال حسيتها بتاعت الأورطة بتاعت الليفت لور أو أي حاجة في النهاية لازم نعرف ال نعرف ال اللي هي السيستوليك ميرمال دي ممكن تاخد حاجة من اتنين يعني يا إما الفيز دي يا إما الترايكسب الترايكسب ريجير بس سوري استينوز هي الباس لا ترايكسب ريجير سوري هتاخد حاجة من الاتنين الابيكال امبلس وطيب وهو عنده سكيميك ديسيز عنده سكيميك هارت ديسيز البيشنت لانه عنده تي ويف انفيرشن هي زي من ما قلت الثري الدكتوره في اس دي فعلا في اس دي جايه مع ال دي الثري تو في الليد اللاترال الانتيريور انتيريور بقى انتيريور اللي جاي انتيريو لاترال ايوه ما هو الانتيريو اللي واخد على اللاترال يعني فيها انتيريو السيمتوم وجاي لاترال مع الميرمر طيب نطلع ايه بقى نيكو نيكو خلاص ايكو عشان نطلع الفي اس دي صح الاندرلاين ايكو
طلعت هكا. طيب البالبيتيشن بريسيبتيتد باي اكسرسايز ان اسوس وذ ذا بريسينكوبي بريزنس اوف سيستوليك ميرمن تي ويف انفيرشن اوكي ان انتيريور ليد ميك هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي هكم از موست لايكلي دايجنوز ان ذا ايج جروب. الايكو از كي تو دايجنوز اند مونيتور اوف هكم جيفن كلينيكال بريزنتيشن ان ايكو شود بيرفورم ايرجنتلي تو لوك فور ايفيدنس اللي هو احنا هنشوف السبتل سبتل هايبرتروفي ان ال في اوت فلو اوبستراكشن. انت عارفه انا اول ما فكرت فيها برضو بتاعه الاورطه دي بقى اورتيك ستينوزيس صح عشان السبيلز دي والديزنس اللي بتجيله ليفت لور الليفت لا في الرايت الاورتيك ستينوزيس الاورتيك في الرايت صح بس في مكان له في الليفت ما يبقى ليفت لور كنت معلمها كده لا الاورتيك حاجات الاورتيك السكند والرايت كورونري والرايت سوري اورتيك صح زي انت بتقولي لا انت بتتكلم على الاورتيك صح الاورتيك الاورطه له مكانين صح ايوه في ال... هو الرايت وفي الليفت بس الليفت بيكون في الانتركوستال يعني فوق ما في اللور بيكون في السكند انتركوستال سبيس يعني اول تمام بيبقى فوق بيكون فوق يعني ما بيكون في اللور اللور دي بتجي مع اللي هو ال يا اي في اس دي يا الترايكاسبيا كده يعني اول دي حد اللي هي المنطقه دي بالذات هم الاثنين يا ترايكاسبيا في اس دي ال ال الاورتيك فوق يعني مع صح من رايت وليفت بس في الانتركوست في السكند انتركوستال يعني وإبيكال هنا في المكان بنتكلم على الإبيكال دي إبيكال عشان هو كان برضو إبيكال برومينت إبيكال الإبيكال عشان فيها هايبرتروفي فيه صح ولا إيه هو السيستوليك دي حقت الهوكم احنا فكرنا فيها السيستوليك دي حقت الهوكم طيب هنا هو 39 اوكي عايز ال following diagnosis could account for the finding الاكس راي قال في intracardiac calcification طيب عندنا هو بريكارد constructive pericarditis ASR عالي MCV كويس كرياتينين لا خلاص يعني ما في حاجة هنا اللي هي اليورية كمان خمسة شوية خلاص لا طيب في الاكزامينيشن الفينجر كلوبينج بات نو سبلينتر هيموريج اور اني بتيتشيا هيموريج دياستوليك ميرمر اوستالتيشن اوف ذا هارت ويتش از فيريفايد جريتلي وذ هير سيتينج فورورد اند اسوسييتد وذ ذا فريكشن ريب هير تشيست از كلير اون اوستالتيشن هي بريكارديتيس وخلينا نقول انه ال طيب خلينا نشوف ال هي بريكارديتس فريك معاها بريكارديا افيوجن اوكي هو عارف ان هي كونستركتيف بريكارديتس تيوبركلوزيس سب اكيوت روماتيك خلاص نرجع فوق نشوف نشوف الفايندينج فوق من الإسعار عالي هو 39 هي lady تمام she's referred to cardiology department by a general practitioner because of finding of diastolic murmur on auscultation denied any history of rheumatic fever as a child she's lost اللي هو 8 kg weight TB. over the last 6 months عشان ال weight صح طيب she's have a couple of episodes when she's fainted suddenly اوكي بس ممكن كمان تكون اللي هي الاس ال اي عشان الـ عشان الاي اس ار الهاي ده اللي هو الليمبك مش عارف الليمبس قلت لكم الاتر مع ايه يا شباب حدش خد باله من القصه دي ليه
انا حافظ ان هي كنا كان الاترال ميكزيما كان لما كان في جدول بيفرق بين الكونستريكتيف والتاني، كان الاترال ميكزيما مكتوبه تاني اسوسيشن. هو جاني فوق عشان انا في الكلوبينج وكده. قال ما في كلوبينج عشان حظها بكلوبينج انا اكثر كمان. طيب هو قال هنا في ميل ميل ريشيو اللي هي 2 ل 1. دايجنوز اتريال ميكسوما شود بي كونسيدر ان ا بيرسون هو بريزنت وذ ذا فينجر كلوبينج. هي عندها فينجر كلوبينج وهو قال نو كلوبينج صح؟ لا في عندها فينجر كلوبينج فعلا. اوكي طيب نورموسيتيك انيميا والبوزيشن الميرمر ان انترا كارديال كالسيفيكيشن اكس راي هيسترو فينتينج سبيل سجست ترانزيت ليف فينتيكولار ميترال فاب اوت فلو اللي هو الان فلو اوبستراكشن بيشن شود اندر جو ارجن كارديو كارديوغرافي ان بريفير تو سيرجري اف ذا دايجنوز اوف ميكسوما از كونفيرم از ا كومبليت ريموفال از كيوريتيف. على فكرة السؤال ده عدت علينا الفكرة دي. هي عدت علينا بس انا صراحه لانه يعني فكرت في انه نو كلوبينج او ما اعرف يعني ليش شفتها نو كلوبينج. طيب هو عايز الفولوينج مانجمنت اوف تشويس فور ريديوسينج الشانس فور لونج تيرم كومبليكيشن. اوكي عمره 67 سنه مان عنده اكزرشنال ديزنيا وانترميتنت بالبيتيشن في الاكزامينشن البلس ساوند تو بي ايريجولار ايريجولار 120 بيتس بير مينيت يعني اي اف الابيكس ديسبليس او ذا انتيرير اكزيلاري لاين الاسكلتيشن اوف ذا هارت ريفيل سيستوليك كليك اسوسييتد وذ ذا لاست سيستوليك ميرمر ذير از ار مايلد اللي هي عنده مايترال برولابس صح مايلد باي بيزل كراكلز والاسكلتيشن اوف ذا تشيست الايكو كونفيرم اللي هو الاي اف ويد مايترال فنتيكولار هايبرتروف الايكو ده الاي سي جي هنا الايكو قال انه في بريزنت مايترال فال برولابس ويد مودريت مايترال ريجير يعني عنده ميكس ان ال في امبيرمنت ان انجكشن هو 50. طيب هو عايز اللونج تيرم يعني عايز انا عايز لونج تيرم معناه اغير الفالف صح. طيب اوكي ايوه هي دي اللونج تيرم. هو بيعمل بورلابس وساعات بيفوت وبيعمل ريجيرس صح؟ هو لا هو ما عادي ممكن يكون عنده ميكس فالف ديسيز يعني يعني عنده ريجير وعنده برولابس يعني طيب نعمل ريبير يعني. هو ريبير ريبليسمنت ايوه حيكون ده يعني الاغلب يعني ده الجواب. هو بيسأل على اللونج تيرم معناها حاجة انت المفروض انه يعني كده يعني حاجة ترمينيت المشكلة. طيب هو البيشن عنده كاردياك دي كومبنسيشن بريسنس ويز باي بيزل كراكلز اند ديسبليس ابيكس بيت ان ذا سيتنج اوف ام في بي associated with a severe mitral rigor. تمام ال under age 75 mitral valve prolapse and who are in AF or those who have an echocardiographic evidence of LV impairment should be referred for surgical assessment and early as possible. اللي هو الترانسفيجيل echo demonstrated whether the valve is imbibable to repair or need replacement. It is often performed intraoperatively يعني هيعملوه جوه وبالمرة. Progressive mitral rigor is the most serious complication occurring in about 15% of patients over 15 year period. Acute hemiplegia, transient TIA, cerebral. In fact, amaurosis fugax and retinal atrial occlusion all occur more frequent in MVB patients. Suggests that cerebral emboli are acutely quite common in this condition. هو أكثر حاجة طبعا من complication حقة البرولابس اللي هو الثرومبوزيس أو ثرومبوإمبولاي دي يعني. تمام عايز التريتمنت اوف تشويس 19 سنه جير ان جات الامرجنسي ديبارتمنت عندها بالبيتيشن شي ستارتد سدنلي اند لاست فور 20 مينتس ناو ستارتنج تو كومبلين اوف سم تشيست ديسكومفورت اند ديزنس ان ارايفل الهارت ريت كان 180 البلود بريشر
95 على 60 the ACG confirmed diagnosis Supra عندها SVT وterminated أخذوا اللي هو 6 ملغرام في أدينوسين intravenous. Subsequently ACG show sinusism with BR interval اللي هو 0.08 يعني عندها short BR اللي هو WBW WBW اللي هو إحنا هنعمل لها ريفير للراديو فريكونسي صح؟ ولا مين؟ ما بقى دبليو بي دبليو مع اكسسوار باثوي دلوقتي؟ اللي هي احنا قلنا دبليو بي دبليو حندو بروكنامايد اللي هو البروكنامايد او الفلاكنايد فلاكنايد او الفلاكنايد ايوه ولا ريفير راديو فريكونسي ابليشن تريتمنت اوف تشويس حاليا هنديها فلاكنايد خلاص ديفينيتيف لو قال ديفينيتيف كانت الابليشن بس اللي هو هنبدليها الفلاكنايد ابليشن ابليشن اوكي طيب نشوف ليه البريزنس اوف اكسسوري كونكشن بين الاتريا والفنتريكل bypassing the AV node lead to atypical ECG appearance اللي هو احنا short BR interval والدلتا ويف اللي هي جاية والQRS pre-excitation ECG ECG after termination of the SVT اللي هو طلع علينا WBW prevalence of WBW is around 1 من كل 1000 male to اللي هي 1 بالنسبة للmale to female ratio اللي هي من 2 في كل 2 male بيظهر في 1 female Patient is symptomatic when SVT chest discomfort and dizziness and association with palpitation and should refer to referred for cardiologist electrocardiologist for consideration for اللي هو ال electrophysiological study and radio frequency ablation. طيب ليه اللي في هنا بيقول لأنه هو قال إنه هنا can be used to treatment SVT and uncomplicated WBW with the structure in normal heart. The patient now back in the sinus rhythm. And definitive treatment consists with modification of the substrate through radio frequency. يعني أنت لما تتعامل مع WBW ما تتعامل مع واحدة complicated جاية من SVT رجعت على يعني complicated هنا. فانت بتر انه هي طلعت من ال انت بتتعامل مع WBW ما complicated ممكن فلاكنايد correct answer ولا هو ايه statement correct طيب معناتي حنقراها واحدة واحدة دي الدرايفر طيب 45 سنة لوري درايفر وعنده central crushing chest pain ال ECG قال في ST elevation من 2 to 5 يعني عنده anterior MI patient undergo اللي هو BCI with one stent of his اللي هو اللاد والcoronary artery following an eventual 5 day period he's discharged home بأخذ aspirin و ticagrelor نعم قال لي أربع أسابيع واحد قال أم آي وعمل وعمل اللي هي عمل بي سي آي وبياخد في الميديكيشن يعني وما عنده ريسيدوال تشست بين هنا 6 ويك هنا 48 ساعة 48 ولا وين؟ أيوة لا 6 ويكس افتر 4 weeks يعني he can retain driving 1 month provided ECG show reserved left ventricle reserve LP function هنا صراحة في الضايعة ثلاث يومين الدرايفنج ده أنا ضايعة فيه على الآخر طيب وهنا قال إنه حينتظر 6 weeks exercise tolerance test هو هيعمل الاكسرسايز بعد 6 ويكس افتر هي ستوب البيزوبرولول فور 48 ساعه تمام
من الأسئلة بتاعت الدفلة دي رخمين أصلا، ايوه سخيفه، انا اصلا الواحد ما يبص عليهم، اتحفظت ولا، بيبص عليهم ليلة الامتحان وبظروفها وخلاص، ما عادش الحرق وقت. ايوه هي ما هتتحفظ اصلا، ما هتتحفظ الا كده. طيب ده شكله طيب كاسترايزيشن، هو 28 سنه عنده بريسسنس، وورسين بريسسنس، الايكو قال انه انكريز البريشر ان ذا رايت هارت تشامبر، subsequently undergo right and the left heart catheter for further assessment. الانفيريور فيني كافا 62، السوبيريور فيني كافا هنا في مشكلة في السوبيريور فيني كافا. ماما في سي دي ماما الرايت اتريوم هنا ستيب اب في الرايت فنتركل في سي دي، في سي دي ليه؟ كان الرايت اتريوم كان الاكسجين ساتوريشن قليل، نزل للرايت الساتوريشن زاد قوي، اكيد جاي من الليفت في في اس دي. بقى انت مش شايف انه هو ضايع اصلا من فوق من الانفيريور للسوبيريور، من السوبيريور الانفيريور الانفيريور 62 62 السوبيريور 56 قليل، هو بيبقى 70 او حاجه قليل عادي، ده طبيعي. بس رايت اتريوم دخل رايت اتريوم برضه زي ما هو، نزل شويه ماشي في النزول صح، لما زاد هنا الغريب معناها عندك في الاكسجين. شنط من في في اس دي. السي دي هنا with significant lift. في عندنا اثنين في اس دي، في اس دي نو سيجنيفيكانت ليفت ورايت شنط، وفي اس دي سيجنيفيكانت ليفت ورايت شنط. كبيرة تقريبا 80، مش عارف هذا دي لا ما فيش ليفت تو رايت. ايه؟ لأن الساتوريشن بيزيد لو ليفت تو رايت. ما هو زاد. ما هو الفنتركل زاد. الفنتركل زاد وصل 80. بس هل دي زيادة significant ولا مو significant؟ لا هو المفروض يكون 70 ليفت اتريوم. بس نجيب ال 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 احنا لحد اللي هو الفنتريكل هنا الرايت فنتريكل و لحد الرايت اتريوم ماشي الامور تمام، رايت فنتريكل زاد تمام، اللي هي اللخبطه هنا في الرايت فنتريكل صح؟ ما عندنا ليفت عشان نقدر نحدد المشكله يعني، خلاص بيز زي معناها. طب الاتريال ساتوريشن 97 عادي يعني ما في significant شنط، عشان كده انا قلت حصل نو significant نو significant نو significant، ما هو ما نقص لا significant طلع عشان الساتوريشن اختلف. طيب هو قال سليب اب اللي هو الاكسجين ساتوريشن between the right atrium and right ventricle suggests the presence of VSD من هو ال left to right shunting of oxygen oxygenated blood. The blood must have come from the left ventricle. The shunt ratio can be calculated using the اللي هو ال Fick equation اللي هو pulmonary flow وال QS مع systemic flow وال AO اللي هو aortic saturation. الميكس فينوس والام في اللي هو الميكس فينوس ساتوريشن والبي في بالمونري فين ساتوريشن اسيوم تو بي 97 اند ذا بي اي بالمونري ارتي ساتوريشن اتس اف وي يوز ذا نمبر جيفن وي جيت ا ريشيو اوف 26 وذ سيجنيفيكانت اكثر من 1.5. وين طيب فيك ايكويشن؟ وين الايكويشن هي؟ هو بس يعني عبر عن الحاجات يعني معناها، بس ما في equation هنا يعني. هي احنا بتهيألي احنا كنا مذاكرينها ايه؟ ان انت لما بتيجي من خليكي من الليفت سايد رايت سايد قصدي، وانت رايحه كده ليفت سايد بيكون اقل حاجه في الانفيريور والسوبيريور فينا كام؟ 70%، يبدا ينزل من الرايت اتريوم للرايت فنتركل، ينزل لغايه ما يوصل اقل حاجه في الرايت فنتركل تمام. بعد كده بقى اول ما يخش اللنج يرجع 100%، ينزل بقى
وهكذا نزولا. يعني قصدي هو من 60 او 70% بينزل لغايه الرايت، لما يروح اللانج يبدا من 100 وفي نزول العكس. كان ليها جدول في ال لا لا انا فاكره جدول، بس هو لانه قال انت بتشوفي الماشي معاك منطقي، ايه اللي اتغير بقى؟ المنطق صح، رايت نازل الدم المفروض ساتوريشن مش هيجي له منين الاكسجين الا اذا كان في، لو زاد في الرايت اتريوم يبقى اي اس دي، لو زاد في الرايت فنتركل يبقى في اس دي، لو زاد في المونري ارتري يبقى اللي هي ممكن نقول عليها هي بي دي اي تقريبا. بي دي اي تمام. طيب هنا سؤال عايز الميديكيشن كونترا انديكيتد ان ذيس كيسز. الاي سي جي قال اتريال فيبريشن نورمال كومبلكسز تشيست اكس راي سمول ليفت سايد بلوري افيوجن نورمال سايز هارت الايكو نورمال سايد فنتريكل وذ ديسبيكل مايوكارديوم عنده باي اتريال انلارجمنت ان نو سيجنيفيكانت فالفولار باثولوجي. يبقى عندنا فنتريكولر نورمال سايد فنتريكل. طيب اوكي حاسبها وكم وكم. طيب هو اسكيميك بيشن اوف اسكيميك هارت ديزيز. السبيكل دي مش قلنا السبيكل دي كانت بتاعت ال مايلدوزز. مايلدوزز بالظبط، مايلدوزز ايوه. طيب الامايلدوزز هنا ايه اللي هيبقى؟ لا اخي نرجع للسؤال، شكله في حاجة تانية معاهم. بالظبط عنده اتريال هايبر عنده اتريال انلارجمنت. طيب هو عمره 76 سنة، روماتويد ارثرايتس 3 مانس هيستوري اوف بريسنس نو باست هيستوري اون اوف اسكيميك هارت ديزيز اور هايبرتنشن اند شي دينايد اني هيستوري اوف تشيست بين. هي هاز بين اون سيلوكوكسيب for his arthritis up to a year ago when she was switched to ibuprofen. She has also been on methotrexate for last 15 years. في الexamination he found to a good blood pressure اللي هو 170 pH sorry with a heart rate 125 and irregular GVB raised 5 centimeter and there is bibasal edema in the mild cough. ال heart sound normal and chest clear auscultation. طيب وقلنا انه عنده ال ECG قال فيها AF with normal complex وعنده left side pulmonary effusion normal size heart. normal size heart دي طيب الايكو يعني ما في cardiomegaly. اوكي هنا قلنا الامايلدوز بيكون معاها cardiomegaly صح؟ الايكو نورمال سايز فنتريكل وذ سبيكل مايوكارديوم ذير از بايبيزل اتريال انلارجمنت نو سيجنيفيكانت فالفولار باثولوجي كونترا انديكيشن. بيسال من الدراجز الكونترا انديكيتد. هو عنده رايت سايد هارت فيلير كده ولا ايه؟ جي في بي عالي، عنده اديما، عنده اديما لحد الكالف. طيب بيس بتاع بيتا بلوكر بتاع بيسبرولول ان ذيس كيس عشان اكيوت يعني، ولا اتينو، ولا ده جايب لي كل البيت بلوكر. بسم الله ما شاء الله. كونترا انديكيتد احنا هنشوف هو الديجوكسن. الديجوكسن كونترا انديكيشن في الاميلودوسز لانها بتزيد التوكسيسيتي. صح كده. صح 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 ايوه صح. البيتا بلوكر اصلا بيكسكلود بعض، اللي هم جايب كل انواع البيتا بلوكر ايوه عشان يعني ما في مجال هم كلهم صح. This is patient قال انه عنده restrictive cardiomyopathy اللي هو history of rheumatoid arthritis and an echocardiographic finding by atrial dilatation ventricular hypertrophy and speckled appearance to the myocardium make the amyloidosis most likely underlying cause. Digoxin contraindicated in the patient with digoxin binding is irreversibly to the amyloid fibers. Okay. ليه؟ لأن الديزوكشن بيرتبط معاه يعني مع الأمايلويد فايبرز. مشكلة إن المعلومة دي عدت علينا قبل كده. أيوة أيوة عدت علينا يعني في كذا سؤال في الباسمنسن بس إحنا اللي ما فكرنا فيها. هو بيسأل هنا من المجر would you advise
Which following measure would you advise? Week later, the patient due to undergo root canal treatment by dentist. يعني عايز بروفلاكسس. No بروفلاكسس. no need. تمام صح. بس مش عارف لو كانت حاجة انفيسيف قوي كده روت كانال برضه نو نيد. نعديها. عادي. Diagnose مع الكلينيكال بيكشر. هنا لازم نشوف الكلينيكال بيكشر. هو 38 جان اي ار عنده acute cardiac failure attend with the wife report is only past history اللي هو lens dislocation مرفعني يعني and recurrent bilateral shoulder dislocation. Apparently he suffered from progressive worsening shortness of breathing over the past 2 weeks. Heat stall المهم يعني حاجات مرفعن كلها. وثين on examination blood pressure 110/55 equal in both arms. Briefly اللي هو he's briefly shut down and has pulmonary edema. عنده ejection systolic short and short early diastolic murmur. يعني aortic rigor. aortic rigor شو هو ده بتاعها بس aortic chronic ولا بس لا مرفان ده حيكون chronic. يبقى chronic صح. أكيوت أكيوت خلاص هو قال الـ cause of this include ascending aortic dissection. عشان aortic يعني هي مش إنه هي congenital موجودة لا هي جات عشان الـ aortic dissection. Infective endocarditis collagen vascular disorder زي المارفان تروما dehiscence of a prosthetic valve. Presentation here is no previous past history. Note suggests aortic rigor. His phenotype point to Marfan. His likely cause is definitive treatment of aortic valve replacement. With condition and presentation being the major determinant of mortality. A pre-surgery patient should be managed with the opiate. It's significant pain of LVH loop diuretic therapy and nitrate. If blood pressure allow, inotrop support with agents زي الدوبيتامين may also be necessary. تمام. يعني هي الفكرة إنه البيشن اللي حصل له dissection في الأول هو اللي عمله aortic يعني regurgitation. مش إنه عنده existing يعني aortic regurgitation. ما هم المرفان بيجوك يا إما يعني ممكن يكون يحصل لهم dissection يعني عشان عندهم اللي هو الكلاجين صحيح. فاسكو الكلاجين ديزيز. صح صح. أكيوت نتيجة الدايسكشن اللي حصل. طيب هو عايز هنا كمان الدايجنوز. هو 28 جالي ار عنده بلوريتك تشيست بين سنترال اند ريتروسترنال اند ريليف باي سيتنج فورورد. اوكي دي بريكارديتس. Recent return من الأستراليا and history of viral infection and flu-like symptom. He appeared to be fraction rib of auscultation. اللي هو عنده سدل شيب اس تي اللي بيشتغل بتاعتها برضه بريكاردايتس كيوت بريكاردايتس تريك المره دي عديها. عايز الانيشال مانجمنت اوف ذيس كيس. طيب هو ده بلغاري عمره 45 سنه جاء الاي ار عنده هيستوري اوف كرونيك كف وهيموبتيسيس ويت لوس ال past few days and he has suffered from increased short of breathing lethargy and exercise intolerance. Examination can unwell. He thin and emaciated. يعني تي بي ده ولا ما اعرف. طيب his pulse 105 ال blood pressure 160 جي في بي markedly elevated and heart sound are quiet and muffled. Palpable pulse pressure appear to decrease to decrease on inspiration and cosmo. اللي هو البريكارديتس ده حيكون كونستركتيف بريكارديتس. اكس راي هو بيسال من المانجمنت. طيب هو يسال فعلا اللي هو البريكارديال درينج لازم نعمله بريكارديال سنتيزيس. طيب هنا
مش نتأكد منه هو tuberculosis، عمل لنا excessive pericardial effusion accumulated pericardial symptom اللي هو عمل لنا cardiac thrombosis. Over the long term patient tuberculosis pericarditis risk of cardiac construction اللي هو الكروستراكت بريكارديتيز يعني. It's important to consider early use to corticosteroid in conjunction with anti-tubercular therapy in this patient. There is some evidence that steroid may reduce the risk of constructive pericarditis. تمام؟ الكارديوك سيرجون recommended as a pericardiectomy require in some patient. اللي هم اللي بيحصل لهم الريكارنت بريكارديال افيوجن. في النهاية بيحصل لهم كالسيفيكيشنز فأحسن to remove it يعني. In this instance range, the both therapeutic and diagnostic. It's a low relief of symptom and other potential for culture and sensitivity of the fluid. عايز الدياجنوز كمان. طيب عمره 28 سنة، جالي كاجوليتي ديبارتمنت. عنده attacks of paroxysmal AF. The casualty officer noted that he had a mild systolic murmur. Mid systolic murmur, sorry, اللي هو prolapse. Okay. Lodest in the pulmonary area. عنده fixed splitting in the second heart sound. He is also noted that the pulmonary arterial tree appeared particularly prominent on X-ray. He was concerned about the valve defect. The echo revealed right bundle branch block and right axis deviation. Secundum. Right must secundum. ASD مش جايب سكندوم، بس هي سكندوم صح. هذه فيكسد سبليتد دي بتاعتها برضو. فيكسد سبليتنج ايوه اللي هو الرايت بندل برانش بلوك والرايت اكسس. اوكي عديها وصلت ايوه خلاص نقراها يعني. طيب نعدي الكلام ده، احنا ناخد السؤال الأخير، بكرة نبقى نجتمع بدري شوية يعني نناقش في قصة الاجتماعات شوية. طيب هو بيسميها treatment. أقف.